أهلا بكم جديد. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس الأحد رفض بلاده القاطع لاستخدام أجوائها أو أراضيها في أي عملية عدوانية على دول الجوار، في إشارة إلى هجوم إسرائيلي محتمل على إيران. وأضاف حسين أن التحضيرات التي تقوم بها إسرائيل لاستهداف مواقع في إيران تشكل تهديدا خطيرا، محذرا من مخاطر توسع الحرب في المنطقة وآثاره السلبية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وجاءت تصريحات حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في بغداد، وذلك ضمن زيارة يقوم بها عراقجي إلى العراق. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي الأستاذ علي الشمري المحلل السياسي العراقي، انضم إلينا عبر سكايب. مرحبا بك معنا أستاذ علي. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله. إلى ماذا تشير هذه التصريحات وهذا الرفض العراقي لاستخدام أراضيه وأجوائه لاستهداف إيران، وإلى أي حد العراق قادر أو الحكومة العراقية قادرة على إنفاذ هذه الوعود؟ الحقيقة اللي يستمع لتصريحات المسؤولين العراقيين يصاب بالدهشة من مستوى حجم هذه التصريحات. يعني أنا يوم أمس سمعت كلام وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين، وكان الرجل يعني مرتبك لا يعرف ماذا يقول، كتب الكلام على ورقة يدل على أنه الرجل يعني مهزوز حتى في كلامه، لأنه كل الكلام اللي يقال يعني ما يصدر من جهة وهي تفهم ما عندها. العراق لا يمتلك أي إمكانية أو قدرة على منع إسرائيل من الاعتداء عليه أو حتى ردعها بعدم القيام بأي شيء ممكن أن يؤذي العراق، فالعراق يعني لا يمتلك شيء. بالنسبة للأجواء العراقية هي محمية من الولايات المتحدة، العراق لا يمتلك منظومة دفاع جوي تغطي العراق أو يمتلك حتى القدرة على حماية أجواءه. الأمور الأخرى طائرات المسيرة تدخل وتخرج، ويعني الكل يتذكر أنه كيف قتلوا قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، إضافة إلى كل فترة الطائرات المسيرة الإسرائيلية تضرب قواعد الميليشيات، ولعله آخر ضربة كانت إلى منطقة جرف الصخر حيث قتل عميد من قوات الحوثيين وكان في زيارة إلى كتائب حزب الله في منطقة جرف الصخر. لذلك أي كلام يصدر من أي مسؤول عراقي هو كلام ما إلى أي قيمة، لأنه العراق لا يمتلك أي مقدرة على مواجهة أي هجوم إسرائيل. نعم، الحكومة العراقية إذن ترفض استخدام أراضيها وأجوائها ضد إيران، فهل سترفض أيضا، لأن هناك توتر وهناك احتمال لتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، هل سترفض استخدامها ضد إسرائيل من قبل إيران؟ يعني هذا موضوع العراق يقبل أو يرفض منوط بالقدرة على تنفيذ هذا الكلام. يعني الآن لو أطلقت إسرائيل طائراتها واخترقت يعني عبرت من فوق الأجواء العراقية ثم ذهبت لتهاجم إيران، أو حتى قصف إيران والطائرات الأمريكية اللي تمتلكها إسرائيل اللي هي يعني درة الطيران الإسرائيلية اللي هي F-35، هل يستطيع العراق التعامل مع طائرة مثل F-35 فوق الأجواء العراقية؟ لا يمتلك هذه القدرة. ولو أطلقت إيران صواريخ أو مسيرات مرورا بالأجواء العراقية، العراق لن يرد. الذي ممكن أن يعترض هذه الطائرات أو الصواريخ هم الجانب الأمريكي، ويمتلكون منظومات دفاع جوي في بغداد اللي تحمي السفارة الأمريكية، وفي قاعدة القادسية المسماة عين الأسد، وقاعدة حرير في أربيل. أما العراق أو الجيش العراقي وليس له قدرة، لا يمتلك أي شيء حتى يصد أي صاروخ أو طائرة بالاتجاهين سواء من إسرائيل إلى إيران أو بالعكس.